مساء الخير. عمليات الكر والفر مستمرة أمام مصرف لبنان المركزي، ولمتابعة آخر التطورات هناك رح تنضم إلينا الزميلة ريما حمدان من شارع الحمرة لأطلعنا على ما يجري هناك من آخر تطورات. مساء الخير ريما. ريما عم تسمعيني؟ مساء الخير باسكال، يعني بعدنا نحن عم بسمعك. باسكال خبريني شو عم بيصير عندك تطورات؟ شارع الحمرة. نعم، نحن بعدنا عم نتابع المشهد بشارع الحمرة، والمشهد هو كان بعد ما صار في توتر بين القوى الأمنية والمتظاهرين يلي خرجوا بمسيرة باتجاه شارع الحمرة من أجل ربما التعبير عن غضبهم، وكون الأيام السابقة حملت توتر أدى إلى تكسير الواجهات الزجاجية لبعض المصارف وأفرع المصارف. القوى الأمنية كانت قد أخذت تدابير، والجيش اللبناني أيضا موجود وأخذوا تدابير احتياطية ربما باتجاه هذا الأمر، بالتالي انتشروا بشارع الحمرة. وطالما هناك مسيرة مثل ما عم نشوف خلفي بعلاقة الزميل جورج أباسيط، طالما هناك مسيرة سلمية ولم يتم التعرض إلى المصارف، طالما القوى الأمنية تقف وعلى إذا بدنا نقول تقف على حياد أو تراقب، يعني هي لا تقف على حياد بل تراقب الأوضاع الأمنية كما عم نشوف بالصورة، هناك قوات يعني من مكافحة الشغب وأيضا من الجيش اللبناني هن متواجدين أمام المصارف لحماية الممتلكات العامة والخاصة. هن حراس وطن اكيد، طالما بلا طالما طالما واخرج طالما خاضوا طالما خاضوا مع الوطن بصير في حالات فرديه بتطلع بتقاوم، طالما خاضوا طالما خاضوا معركه فجر الجرود وانتصروا. اسمعني بكبوب الحبس اسمعني لا ما بسمح لك، طالما وقاوموا وانتصروا لا قرار فردي لا لا اسمعني والله وقتها كنا بالبقاع عن ان الارهاب ما كان في غير الجيش اللبناني اللي حمى البقاع واهل البقاع طبعا بقى هيدا الحكي طبعا مرفوض. الجيش اللبناني عم بيعمل واجباته كتير منيح، والجيش اللبناني حمى لبنان من الارهاب بقى، بالتالي هيدا الكلام يعني غير مقبول، والجيش اللبناني اليوم عم بيقوم بواجباته بحمايه الممتلكات العامه والخاصه بشارع الحمرة. كما ذكرت باسكال انه كان هناك تكسير للواجهات الزجاجية للمصارف التجارية، وطالما هو الوضع مثل ما عم نشوف هادئ، وطالما هناك فقط مسيرة لم تتطور إلى الاعتداء على المصارف التجارية وتكسير الواجهات الزجاجية، طالما الجيش اللبناني يترقب الوضع ويحمي ويقوم بواجبه بحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعد الوضع هادئ وعم نشوف المسيرة تتقدم تباعا إلى آخر شارع الحمرة. بالتالي باسكال يعني هيدا هو المشهد حاليا يعني تابعناه بعدسة الزميل جورج بسيط، وطبعا رح نكون معكم لمواليدكم بأي جديد بحال تطورت الأمور سلبا، وإن شاء الله طبعا ما بتتطور الأمور سلبا. نعم ريما، نتمنى أنه تتخذي كل الحيطة والحذر أنت والزميل المصور، وأكيد بنرجع لك في حال ورود أي جديد. شكرا جزيلا لك. بأكثر مرحلة بيحتاجوا فيها اللبنانيين لرحمة التجار ورأفتهم، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية خاصة بشكل جنوني، بحيث تراوحت نسبة الغلاء على سلع ومواد أولية بين 40% و100% من دون حسيب أو رقيب، مقابل معاشات وأجور وصل بعضها لل 500,000 ليرة بعد تخفيضها إلى النصف، فضلا عن خسارة أكثر من 150,000 مواطن أشغالهم. بالمحصلة القدرة الشرائية للمستهلك صارت معدومة، فحتى المواد الأولية اللي تعتبر الخبز اليومي للفقير ارتفعت أسعارها بشكل يمكن ما يكسر الميسورين من الشعب اللبناني، ولكن لا شك أنه بيخلي الفقير لا حول له ولا قوة، وما بيعرف لمين يحمل مسؤولية الأوضاع المذرية اللي وصلها، ولا كيف بيقدر يواجه الواقع المأساوي اللي انفرض عليه.
هل أصحاب المحلات التجارية عم يستغلوا الفرصة لكسب الأرباح على حساب الفقراء؟ أو هن ضحايا المستوردين والتجار؟ أم أنه السبب الفعلي يعود لتقلص وجود الدولار بالسوق المحلي وعدم إمكانية الاستيراد؟ شو اللي صار لازم يصير اليوم لاستدراك الوضع والتخفيف من حدته؟ وهل تشكيل الحكومة راح ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي؟ وشو هو الحل الأمثل اليوم لا يخرج المستهلك اللبناني من هالدوامة بظل عجز الدولة عن حمايته من جهة وعن إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية من جهة تانية؟ كل هالإشكاليات وغيرها هن موضوع حلقة اليوم من برنامج حقك بإيدك، واللي رح نحاول خلالها نشرحها ونتوسع فيها، وأكيد نرد على كل الأسئلة اللي بهمكن تعرفوا إجاباتها. ضيوفي رح يكون اليوم، اسمحوا لي رحب فيهم، رئيس مصلحة حماية المستهلك. المستهلك، رئيس جمعية المستهلك بوزارة الاقتصاد دكتور زهير برو. أهلا وسهلا فيك. مش بوزارة الاقتصاد، في خطأ شائع. جمعية المستهلك عم بصير خلط بين اثنين، وبالذات عندكم بالمره الماضيه كمان صار نفس الاشكال. نعتذر، رئيس جمعيه المستهلك ما خصنا بوزاره الاقتصاد، نتعاون احيانا نختلف احيانا، بس نحن جمعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. امين عام نقابه اصحاب الصناعات الغذائيه اللبنانيه المهندس منير بساط، اهلا وسهلا فيك. أهلا. ورئيس بلديه الدكوين المحامي انطوان شختوره، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. وعلى انه كمان رح يكون معي بالجزء الثاني الوزير السابق فادي عبود. بداية نذكركم مشاهدينا أنه فيكم تتواصلوا معنا إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عبر الواتساب، الرقم اللي عم بتشوفوه على أسفل الشاشة. هلأ خلونا نشوف سوا هالريبورتاج لزميلي ميسا جابولي ومنرجع نبدأ حوارنا. مع غلاء الأسعار المواد الغذائية والحبوب عم تقدر تشتري كل شيء بحاجة له؟ لا والله أكيد، وجو زياد بلا شغل، ما في شغل. سعرنا غالي كتير، تعطيه شهر فيناش نشتري شيء. كتير غالة، فوق اللزوم. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. تهاودي 50,000 لك شو جايبة؟ دواء جالي وليفة جالي وقية بان، كليان سكر، كيلو رز، كيلو عدس، هاو 50,000. هيدي كنا نخرها، ليش كنا نخرها هيدي؟ كنا نخرها بأربعة خمسة، بأربعة خمسة، حقها 7.5. كل شيء صار غالة تريبل، والمعاشات عميق ما عم بيزيدوا. يعني هالغلا عم بيموت العالم. تروحي تجيبي غرض يعني صراحة ما عم نسترجي نظهر من البيت، ما عم نسترجي نظهر من البيت مشان ما نحط مصاري. عم نقتصد، ما عادش مثل بالقبل يعني كتير. مثلا كنا عندي عائلة مثلا بجيب 5 كيلو لوبة، هلا أنجا أجيب كيلو يعني، وهيك وبينكسر الواحد. أقل طبخة بده 20,000، أقل هيدي الصغيرة إذا صحن مدردرة. بطبخ كل 3 أيام مرة حبيبتي. عم نقي الأشياء اللي بدي أشتريهم، عم نقي، مش مثل دايما متعبي كيف ما كان العربية من السوبر ماركت تمشي، لا عم بتفكري قبل ما تاخدي. الزيت كانت ب5,000 صارت ب15، معقولة؟ القصص اللي كانت للرفاهية، يمكن مش للرفاهية، الواحد إنه شيء مش عايزها كتير بيخدها، بطلنا عم بيخدها، صرت ماني بحاجة له، صرت جيب شيء بدل ما أشتري هالشغلة، مثلا بشتري فيها حليب للأولاد، بشتري فيها خبز. هذا الاستغلال، هذا الاستغلال. نطروا العالم يمكن بهالفترة واستغلوا العالم، طلعوا أسعار وما في رقابة. وزارة الاقتصاد وينها؟ نحن منجي نراقب العالم، نحن ما نجي نتخانق نحن والعالم، هذا مغلى سعره وهذا موطي، نحن شو حصلنا؟ شو دور الوزارات؟ دكتور برو، شو تعليقك على الريبورتاج؟ يعني شو سبب اليوم غلى الأسعار يلي تخطى الخطوط الحمر؟ بالبداية المقدمة اللي أشرت إلها أنت بالبداية أنه منحتاج الآن لرحمة التجار، بدي أقول أنه إحنا منحتاج لوجود دولة تحمي الناس، تدافع عن الناس، وتفرض على التجار الفاسدين، الجزء منهم الفاسد اللي يعني عم يستغل الظرف، توقفوا عند حدوده. هذا اليوم ما عم بتم، دخلنا مرحلة فوضى شاملة نتيجة عنصرين. العنصر الأول الهندسات المالية والسياسات النقدية اللي وصلت البلد للحالة اللي هي هون، واللي أدت إلى انهيار قطاع المصارف نهائيا برأينا بالمدى المنظور للسنين القادمة. نعم. النقطة الثانية وعلى أثر هذه الأزمة النقدية ارتفاع
أسعار الدولار بشكل غير مسبوق بتاريخ لبنان. خلال شهرين ثلاثة طلعت بحدود 62%، مما أدى إلى الكوارث الاقتصادية واللي رح نحكي عنها بعد شوي مع الأستاذ منير بساط حول موضوع الأزمات الاقتصادية للاقتصاد اللبناني، وأيضا لعشرات آلاف من العائلات اللي عم بتروح من جهة نحو البطالة، من جهة تانية نحو خفض المعاشات، للنصف. وبالتالي نحن البلد كله اليوم بمخاض، نتيجة سياسات نقدية خاطئة، اثنين نتيجة قرار الدولة، قرار السلطة السياسية وأحزاب الطوائف تتخبى وراء المصارف والصرافين والمستوردين الكبار وتركتهم هن يمشوا اللعبة واللي عم بيمشوها واللي عم بتأدي إلى انهيار الليرة. أستاذ برو، دكتور برو، هل الأزمة المعيشية القائمة اليوم هي نتيجة ثورة 17 تشرين أم إنها يعني وليدة سنوات 30 سنة على الأقل وقبلها ما ننسى 16 سنة حرب، صحيح، صراع أهلي طويل. بالتالي اليوم تراكمات سياسات اقتصادية قائمة على اقتصاد الريع المرحلة التسعينيات والمرحلة اللاحقة، يعني عم نحكي عن 30 سنة، تم اختيار القيام باختيارات خيارات اقتصادية خطيرة جدا. تم التنبيه إلى باكرا من كثير من الناس، منهم نحن. من 93 بلشنا نقول انتبهوا الرأسمالية المتوحشة لو ناخذ البلد، وقت اجت الازمات وتراكمت بال 2011 بعدين الهندسات الماليه 2016 صرنا نصرخ ونقول رايحين على الخراب. كان الاعلام للاسف الشديد يتكتم عن كل هذه التصريحات ويغيبها، قليل جدا وسائل الاعلام كانت تنتقد الحاكميه مصرف لبنان والمصارف بسياستها النقديه حتى وقعت البقره. فالان نحن المسؤوليه الحراك بهذا الموضوع، يعني اليوم الحراك لولا وجوده اليوم بالشارع ما كان في ممكن يتأمل لبناني بأي شيء، لأنه أحزاب الطوائف سياستها واضحة، كل صف وراء المصارف والحاكم مصرف لبنان وماشي وراء بالصف وتركتهم يعملوا كل اللعبة اللي عم يقوموا فيها اليوم واللي رح نتطرق لها بالنقاشات واللي هي أدت دكتور إلى رفع يعني الأسعار. نحن ما فينا نحمل اليوم حاكم مصرف لبنان والمصارف المسؤولية كاملة، يعني بالنتيجة سياسات يلي يعني هو كان عم بجرب يرقع كمان وراء السياسيين والأخطاء. ما أنا سميت المسؤول الرئيسي هي الأحزاب الطوائف، نعم، واللي اليوم وقف وراء بالصف وعم تدعمه، بس هو إذا بدك هو المنفذ. طيب مين الأمن الديون هيدي الغريبة العجيبة وكلها راحت معظمها، إذا يعني بديش ما منعرف الرقم، بس معظمها راح نحو الفساد وتأمين مشاريع لأرضاء الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني. معظم الأموال صرفت، هيدي الدين العام اليوم تراكم ووصل للحدود اللي منعرفها واللي أدى اليوم إلى ضياع أرام خيالية من الودائع مختفية ومش معروفة وينية بفعل. هل من بديل اليوم للنظام المصرفي؟ طبعا طبعا في بديل اصلاحات رح نحكي عنها بعد ما نظام المصرفي هو اللي انقذ، يعني اذا بدك هو اللي كان داعي اساسي بال، يعني نحن كنا نتغنى دائما بالنظام المصرفي. مين اللي يتغنى فيه؟ معلش مين شو عمل؟ ما حي هلا يعني اليوم اللي بجرب اللي مجرب ما شفناه شيء احو قدامنا. هلا ما هذا مش موضوعنا هلا، لا بس خلينا جيد جيد بالعكس خلينا نقول نحن ما بعدني عم اقول انا انه كل الاطراف السياسيه للاسف الشديد ماشي بهيدي نفس السياسات وما عم تقترح على الناس اي سياسات جديده ثانيه، بالرغم من الازمه ووقوع البلد بالمأزق اللي هو فيه وتجويع اليوم عشرات الالاف من الناس ماشيين اليوم بازمه كبيره. طيب وين الأحزاب السياسية اليوم؟ أحزاب الطوائف الحريصة على طوائفها تقترح سياسات بديلة، ليش الأصرار على نفس السياسات؟ شو الموقع هذا وشو الموقف؟ وأنتم بموقعكم كصحافة يعني في ضرورة ماسة يكون في شفافية حيال الناس. اليوم اللي ممكن أنه يضغط على هذه الطبقة السياسية ويخفف من الضغط ويغير المسار شوي شوي هو هذا الناس اللي بالشوارع. هيك رأينا نحن كمتخصصين وكعاملين بهذا القطاع من 20 سنة. كونك يعني رئيس بلدية وعلى تماس يومي مع الناس والمواطنين وبتعرف وجعهم، اليوم ما آخر المعطيات والإحصائيات بتقول أنه ربع الشعب اللبناني اليوم دخله ما بيأمن له الغداء،
ومنهم دخلوا بيأمن له يمكن الغداء تبعه دون احتياجات خاصة مثل الاستشفاء وغيرها، وبالتالي 55% من الشعب اللبناني تحت حافة الفقر. يعني هيدا الشيء عم تلمسه بشكل يومي، شو عم بي يعني فيك تشرح لنا أكثر شو عم بيصير مع الناس؟ كيف عم تقدروا تساعدون كبلدية؟ هل نحن اليوم رايحين على مجاعة برأيك؟ أول شيء نحن موضوع اللي حضرتك عم تحكي فيه إنه موضوع خط الفقر تحت فوق ال 55% أو 55%، هذا شيء جدي وواعي جدا، نحن عم نلمسه مش بس نحن كبلدية وحدة، أما عدة بلديات مع مواطنين، وخاصة عم نشوف العالم على التلفزيونات بالشوارع شو عم بتصير معهم. مما لا شك أنه مش من اليوم هذا الشيء عم بصير، من السياسات السابقة واللي عم تتكفى بالوقت الحاضر أنه شو عم بصير مع الناس وخاصة مع البنوك. مما لا شك أنه المواطن اللبناني متعسر مادياً جداً، وبالوقت الحاضر بشوف انه البلديات هي الدور الاساسي والفاعل بمساعده المواطن كونها عندها سلطه رقابه على كل شيء وخاصه المواد الغذائيه والمواد المستهلكه وكل شيء في انواع بتقولي فيها مصاري. شو عم تعملوا بهذا الاطار؟ في تعاون بين البلديات مع اتحاد البلديات؟ لا، في بلشنا نحكي مع اتحاد بلديات، مع رئيس مينا المر ومع حدث الام ام، عم نعمل خطط انقاذيه. انا بالوقت الحاضر عملت انذار وجهته فيه لكل اصحاب المؤسسات والشركات والسوبر ماركت لهون والافران وغيره، ونزلنا على الطريق. عم تنزلوا عم تقدروا تشوفوا شو عندهم نواقص الناس، عم بتجربوا تشوفوا يعني؟ لا، اول شيء نحن نزلنا على السوبر ماركت، هيدا بدنا نحكي فيها، بس على السلع المعينه. نواقص الناس في كثير نواقص اكيد. نحن عم يجوا لعنا على البلديات كثير ناس بحاجه، عم بتساعدون يعني بالوقت الحاضر بده مين يساعدنا؟ يعني لا عم يجينا نحن من صندوق بلدي المستقل، ولا في رسوم رخص، ولا عندك اي شيء اللي بتقدر فوق. ما عندكم علاقات مع جمعيات؟ عندنا علاقات مع جمعيات، بس انه الان جي اوز بالوقت الحاضر كمان يمكن عندها غير مشروع. غير مشروع كليا عنه، عن البلديات بالتحديد. بالبلديات بالوقت الحاضر هي لحالها، يعني ما في حدا واقف حدا. نحن كبلدية ديكوينة نحن كنا بوضع متعسر شوية، كنا بنقدر نوصل لأدار أما أكثر شوية تنقبض معاشات، اتبعنا سياسة التكشف تنقدر نوصل لآخر هالسنة. من المؤكد جدا والثابت جدا أنه حالة المواطن اللبناني هي متعسرة مادية جدا، عم توصل لخط أنه أكيد مش حالك في مجاعة، أكيد في جوع، في نقص بالادويه، مش عم يقدروا يشتروا ادويه لان في ادويه غاليين، وفي ادويه في ادويه رخاص، رغم انه بالوقت الحاضر الدواء عم بيرخص، بس انه اكيد العالم بحاجه لماديات، بحاجه لمين يوقف حدا، وبحاجه كمان انه برايي جميع الاوقاف الاسلاميه والمسيحيه يوقفوا حد المواطن. استاذ منير بسات، يعني بيفترض انه السلع المستورده هي اللي تغلى اليوم نتيجة انه عم نشتريها مستوردة من برا وبدنا نأمن لها دولار. السلع اللي هي محلية اللي هي عم تصنع هون بلبنان، ليش بده يغلى سعرها؟ احنا بدنا ننتبه لمظبوط، في سلع كتير مصنعة محليا، ولكن لبنان بطبيعته ما كتير متوافرة فيه المواد الأولية للصناعة. فجزء كبير من صناعاتنا اذا مش الغالبية العظمى مواد الأولية مستوردة من الخارج. حتى الصناعات اللي بتأمن موادها الأولية محلياً وهي قليلة كتير، معظمها بالصناعات الغذائية، حتى لو المواد الأساسية مطلوب موجودة محلياً، في عندك مواد التعبئة أو التغليف، في عندك الكرتون، البلاستيك، بعض المضافات. بس هودي قديش يعني قديش لازم هولي إذا بتكون تستوردون هو ليش قديش بدهم يرفعوا قيمة السلعة؟ يعني أول شيء عم نحكي إن هذا البارت هو أقل من 20% من إجمال الصناعات اللي بتأمن بالكامل المواد الأولية من لبنان. بقية الصناعات حتى الصناعات الغذائية معظم مواد الأولية مستوردة من الخارج وخاضعة لتذبذب أسعار الصرف، والدولار كل يوم بسعر، وهذا كونسبت الفريش ماني اللي بكون عم نسمع. يعني علما انه بالموازنه 2019 المواد الاوليه للسلع اللي هي محليه هيدي معفاه اليوم يعني من الرسوم الجمركيه. مزبوط، اساسا حتى قبل الموازنه معظم المواد الاوليه للصناعه كانت معفاه او ماكسيموم رسمه الجمركي 5%، ولكن بدها تامنيها بحاجه انت اللي عامله صعبه،
واللي عملت السابق. طب حضرتك يعني مسؤول عن الصناعات الغذائية بلبنان اليوم وعم تنزل على السوق أكيد وعم تشتري غراض لبيتك وهيك، عم بتحس إنه طبيعية الغلاء اللي صاير بالسوق؟ طالما نسبة الغلاء يعني حتى الخضار والفاكهة غليت، يعني أكيد في قصص عم نستوردها بس إنه هون قديش في غلاء مبرر؟ في غلاء لازم يكون صار في غلاء اكيد مبرر نسبته ولا مش مبرر؟ ما يعني ما عندنا نحن سلطه نتابع الاسواق، يعني حتى حسب السلع. يعني اذا عم نحكي بالخضار والفواكه الطازه مع انه هي منا اختصاصي، صحيح هي صناعه محليه، ولكن كل الاسمده والادويه الزراعيه المستخدمه مستورده من الخارج. نعم. حتى المازوت اللي بدك تستخدم، قول المحروقات بعدها سعرها بالليره اللبنانيه على الدولار القديم. بس إذا في استغلال لظرف معين لارتفاع الأسعار ما يسأل عنه الصناعي أبدا، ولا حتى كتير من نحن دايما بنزت على التجار والصناعيين وبننسى أنه 90% من المؤسسات بلبنان شركات صغيرة متوسطة وعائلية. نعم. يعني اللي متوظفين بين 5 و25 عامل، يلي هو صاحب المؤسسة هو موظف كمان بهالمؤسسة، مش كلهم رؤساء مجلس إدارة وبيحضروا اجتماعات، لا بفايتين بشو مثل ما قلت. نحن كمان صحيح أصحاب مؤسسات ولكن مستهلكين. أنا إذا بصنع صنف بس ببيتي وببيت أصدقائي وببيت عائلتي بنستهلك 100 صنف، فعم نتعرض لهذا الغلاء. في غلاء مش مبرر، ما بعرف، انا ماني كثير عم تابع كل السلع، بس اذا نسبه الغلاء بالاسلاق على المستوى القريبه لارتفاع سعر صرف الدولار، يعني هذا شيء صار مفهوم. اذا اكثر من هيك لا، اكيد في نوع من الاستغلال، بس انا بستبعد. يعني دكتور برو، يعني عم نلاحظ كثير سلع معينه بنلاقيها بكل سوبر ماركت او بكل محل الى سعر شيء، هون في مبرر لهذا الموضوع؟ لا طبعا، نحن دخلنا بمرحلة فوضى شاملة بالبلد هلا. يعني اليوم كان وقت تزيد 1 و2% قبل الأزمة الكبيرة كان ممكن نعمل نقيسها، وعادة بتصير تقريبا بكل مناطق بنفس الوقت. اليوم عم بصير مختلف تماما. هي أول مرة لبنان بتاريخه كله بيفوت بأزمة بهذا الحجم، إنه بيتراجع قدرات الشرائية للناس. عملنا حسابات صغيرة من كم يوم طلعت انه الحد الادنى للاجور اللي هو كان 450 دولار اليوم اشرط ل 270 دولار. يعني الناس عم تقبض 270 دولار، هذا اللي عم يقبض، هذا اللي عم يقبض، واللي عم يقبض نص صار النص، واللي ما عم يقبض بالمرة نحن امام مأزق تاريخي. وبالتالي هذا عم يخلق اول شيء في كثير محلات عم تفوت سلعة، عم نبرم عليها، وعم في نقص بالسلع نتيجة علاقات التجار. التجار الكبار اليوم عم بتكس فورا، عم يجي يقولوا للدكانجي الصغير كاش، انه بدي كاش ودولار، ولا لا بسعر الدولار اليوم، وبيفضل البعض عم يرفض بده دولار فريش ماني. هالشي بخلي اللي هو عنده هيك محل صغير او هيك ما يقدر ابدا وما عاد في يعيل عائلته، ويمكن اذا لقى انه سعر الدولار اليوم غالي بفضل ما اشتري بنطر بركي. وقالوا لنا حرفيا هذا الكلام مجموعة تجار. لذلك بعض التجارب صارت مثلا بمنطقة علي، حكونا عنها بالتفصيل، تجار صغار الدكاكين جمعوا بعضهم حوالي 100 دكانة وعم يستوردوا سوا ليقدروا يبيعوا بسعر معقول، وهي تجربة شعبية كتير جيدة ومشجعة. يعني لازم الناس تستنبط، خاصة انه اليوم مؤسسات الدولة قاعدة على الأجنب مستقيلة بالكامل، حكومة أشباح. نعم. وما تركي الناس بهذا الوضع. يعني كمصلحة حماية المستهلك اليوم، كجمعية حماية المستهلك اللي عم يعني عم أكيد عم تنزلوا وعم بتشوفوا في عندكم مراقبين، شو اللي عم تلمسوا؟ على أي أساس عم بتحاسبوا أو عم تعملوا محاضر ضبط؟ لا نحن كيف ما عم نعمل محاضر ضبط. ما عم تعملوا محاضر ضبط؟ الدولة بتعمل محاضر ضبط. نحن إذا لقينا شغلات أنتوا بتبلغوا عنها، قلنا حلق بنبلغ وعم نتعامل. على أي أساس عم بتبلغوا؟ عم تعتبروا إنه هيدا الشخص؟ لا لا لا، ما نحن هلا عم تجينا شكاوى من كل لبنان على الخط الساخن للجمعية. أكيد. نعم. بشكل يومي بيجينا بين يعني 50 و150 اتصال مع مشاكل بتطرحها الناس. هلا في شغلات عم نوضحها للناس، وهلا بنرجع عم نوضحها من جديد، وبعتقد مطروحة على البلديات كمان، انه نحن باقتصاد بين هلالين حر. هو كذبه، هاي هو احتكارات كله. الاقتصاد اللبناني احتكارات، تجار مستولين على قطاعات كلها الاساسيه، 20 قطاع بلبنان اليوم كلهم يخضعوا لاحتكارات، ممنوع حدا يفوت عليهم بيكسروا له جري. نعم. بالعربي المشبره.
فهذا كله ولد هذا النمط من المعاناة عند الناس. نحن هلأ في 6 سلع بس القانون اللبناني، سلعة وخدمة، من كنا عم نحكي الفروج، الخبز، الغاز، البنزين، الاتصالات الخليوي، سعر محدد، أوكي؟ نعم. والنقل كمان. فهيدي السلع والخدمات إلى سقف، أي خرق لهذا السقف، وللأسف الشديد عم يصير خرق. يعني بيجي له مثلا من عكار أنه عم بيبيعوا أنينة الغاز أغلب 5000 و7000 أني عفواً. نعم. البنزين اللي مفترض كمان سعر ثابت، الدواء عم تصير مشكلة صحيح، حتى السلع المدعومة حتى المدعومة دايما بيلتقى تجار يتصيدوا بالطريق. فمن جهة هيك اليوم في الدولة والقضاء ونحن نتدخل وقت بيكون خرق لها، أما الباقي كاقتصاد حر مفترض الناس تروح هي تقوم بعملية الاختيار وفق يعني حاجاتها وإمكانياتها، والضغط على التجار كمان التاجر اللي بده يعلي أسعاره كتير فيهم بسهولة المواطنين يعيطوا يصرخوا ليش بالشارع ما بيروح بيعمل مظاهرة صغيرة. مشان هون دور البلديات كتير مهم، صحيح. هي على اتصال وتماس مع المواطن صحيح. مباشرة يعني نحن توصلكم كل الشكاوى، قدمنا انذار، نزلنا على السوبر ماركت. بدي احكي عن الاجراء اللي اخذتوه من بعد، مش هلا أي لانه انا قطعتهم، بس كان بدي هلا بدي نشوف شو بيقولوا اصحاب المحلات التجاريه وكيف بيبرروا اسباب غلاء اسعار السلع الاستهلاكيه والغذائيه بهالربورتاج. بسبب الاوضاع اللي عم نمر فيها أسعار المواد الغذائية بالمحلات ارتفعت بشكل مش مقبول والعالم طلعت صرخته. فريق عمل برنامج حقك بإيدك نزل على الأرض وتواصل مع أصحاب المحلات التجارية. قديه الناس قلت قدرتها الشرائية؟ 70%. القدرة الشرائية عدم، كل ما عم يطلع الدولار كل ما القدرة الشرائية باي باي. الشغل نزل 70%، ما بقى مثل قبل. 100% زيادة، خراب بالبيوت. زايدة منيح يعني، عرفت كيف؟ يعني عندك في اشياء زايدة مثلا 500 700 1000 2000. عندك الجبنة، عندك الزيوت، عندك الحبوب، السكر، السكر كنا نجيبه 37 صار 90000. الطن كان حقه 2500 صار 3500، الدرك كان حقه 1500 صار حقه 2500، رب البندورة كان حقه 8 صار حقه 10. القدرة الشرائية أصبحت شبه معدومة، وحتى اللحمة بطلت الناس قدرة تشتري. فرق الدولار اللي عم يدفعوها اللحامين واللي عم يشتروا اللحمة هو اللي تسبب بهذا الغلاء يعني. هل الناس بعدها قدرة عم تشتري مثل قبل؟ هلا مش مثل قبل، كان في ناس تاخد مثلاً بالثلاثة كيلو 4 كيلو صار تاخد كيلو، أو اللي كان ياخد كيلو صار ياخد نص كيلو. أو هي كله مرة تجار مخزني وهي اللي غلط. في تجار عم يلعبوا بالسعر، يعني أغلبية الأشياء عم يصير بين التجار. طبعاً إذا أنا قطعت وغيري قطع وغيري قطع وجبنا الأرخص، يعني التاجر بده ينجبر ينزل الصنف الغالي. بالوقت يلي التجار ما زالوا عم يحتكروا الأسواق، شو عم تعمل مديرية حماية المستهلك لتحط حد لهالوضع؟ اليوم حقيقة طريقة المراقبة اللي عم تعتمدها مديرية حماية المستهلك، طبعاً نحن منروح للمتاجر اللي عم تبيع للمستهلكين وبنشوف هذه الأسعار وبنطلع على الفواتير، فواتير شراء هذه السلع وفواتير بيعها، وبنشوف إذا هذه المتاجر عم تحاول تحقق أرباح غير طبيعية وغير مبررة من خلال الاطلاع على الفواتير. وكمان إذا شفنا عملية ارتفاع بالأسعار غير مبررة نحن عم نلجأ حقيقة للمرسوم الاشتراعي اللي رقمه 73 والصادر سنة 83 اللي بيحكي عن ارتكاب جرم المضاربة غير المشروعة لكل من يحاول أن يحقق أرباح غير مشروعة عبر رفع الأسعار بصورة غير منطقية وغير مبررة. وبناء على ذلك بيتم تنظيم محاضر ضبط، وقد تم تنظيم عشرات محاضر الضبط بمؤسسات أو المتاجر اللي بتبيع مباشرة للمستهلك لأنه رفعت الأسعار بصورة غير مبررة.
يعني نحن حاولنا يعني نجيب ضيف على استوديو صاحب سوبر ماركت او حتى يعني مستورد او حتى نقيب، بس ما حدا رفضوا. كلهم رفضوا يعني بالصبع. ما بعرف ليش، يعني هي المشكله يعني عند الكل، والكل نعم. لازم يرفع الصوت ونجي نفهم عن جد يعني وجع الناس وليش هيك عم بيصير، بس ما بعرف رفضوا. فدكتور برو، يعني من الواضح انه اصحاب المحلات كلهم بيحملوا مسؤوليه الغلاء للتجار، تجار الجملة أو لصاحب الصناعة، يعني بوقت بأكد التجار أنه لا، هني عم بيبيعوا للكل بسعر موحد وحسب ما عم يجيون مثل ما هو، وصاحب المحل هو اللي عم بيغلي على ذوقه. فهون مين منصدق؟ يعني في بهذا الموضوع وقائع قبل 17 تشرين، وخلال سنوات طويلة نحن من أكثر من 15 سنة منصرخ ومنقول انه لبنان بفعل الاحتكارات ونتيجة استيراده لأكثر من 85% من استهلاكه، أسعار لبنان أغلى من أسعار المنطقة كلها بحدود 30%، صحيح. وفق البنك الدولي صحيح. والاتحاد الأوروبي، لدرجة انه كنا بنقاشات مع الاتحاد الأوروبي والسفراء كانوا يقولوا انتوا جنون اللي عندكم اللي عم بصير هذا، وبيقول يعني مشهورين اللبنانيين التجار اللبنانيين الكبار بطمعهم. طب المسؤوليه اليوم على مين؟ على كلهم؟ هلا كمان هلأ بيحملوا المسؤوليه للصرافين ولسعر الصرف يلي نعم. عم يتغير التلاعب فيه، كله بيقول لك انه بالاخر النقد بنيجي له، بس خلينا بالتجار. التجار اليوم بعمليه الاحتكار المعلن وغير المعلن، مثلا على الاكل ممنوع الاحتكارات، بس فعليا وعمليا باي سلع بتلاقي في عدد محدود جدا من التجار هن اللي بين بعضهم بيحضروا سعر وبينظموا السعر. في حال حدا حاول يدخل على هذا القطاع بيكسروا رجليه، يعني بينزلوا اسعارهم، بيعملوا ما يسمى الدمبنج الاغراق، بينزلوا سعرهم بفلس. فهيدي القصه مفلوق فلتاني بلبنان على الاخر، وهذا بتواطؤ مع احزاب الطوائف. ليش؟ لانه نحن من 15 سنه عاملين مسودة قانون قانون ضد الاحتكارات ووقف الوكالات الحصرية وتعزيز المنافسة. فشلنا فشلنا فشلنا، عمل عقد مع الاتحاد الأوروبي مفترض يلغوا الوكالات الحصرية من 2008، الحكومة اللبنانية لم تفعل ذلك. لليوم نحن الدولة الوحيدة بالعالم اللي بتدعم بتحمي قانونا الوكالات الحصرية. طيب هيدي الممارسات هي خلت لبنان أغلى شيء. يعني اليوم بالنقل كل اللي بيسافروا بيعرفوا أنه اليوم بنفس الطيارة اللي بتروح على تركيا وبتروح على سوريا وبتروح حتى على فلسطين المحتلة بيدفعوا نص السعر اللي بندفعه لنوصل على لبنان. ليه؟ لأنه في احتكار بالميدل إيست، واللي هذا بيستفيد منه كل من يدور بالفلك هذا. وكل القضايا كل القطاع تفشي الدواء، فضيحة الدواء اليوم، احتكارات الدواء، نحن بين الأغلى بالعالم، وهناك مغارات علي بابا داخل هذا القطاع لا تحصى. نفس الشيء بالموضوع المطاحن، بموضوع الأفران، فيش قطاع. الإسمنت طيب لا بده ينباع بمحيطنا ب$20 و$25 ما في حل، وعنا يعني $100 الطن. ما في حل، بلا في حلول. نحن هلأ مقترحين ورقة اشتغلنا عليها صرنا حوالي الشهرين تقريبا، في نلخصها بأربع نقاط رئيسية. أولا الأمن الغذائي والاجتماعي مسألة ضرورة ملحة، وهلأ عم يدعموا بالسعر القديم على السعر القديم الدواء القمح والمحروقات. بس حتى الخبز جميل. يعني ما عم بيغلوا له سعره، بس عم بينقصوا منه، ما عم يتجاوزوا القانون وهودي. من شان هيك ضروري ينعمل فيهم محاضر ضبط، وهون البلديات مدعوة بكل المناطق انه تراقب هذا الموضوع فيها فورا، وهذا حق الكامل تضرب محاضر ضبط فيهم. محاضر ضبط تصل بين 5 ملايين و50 مليون، فخليهم يأذون. فنحن عم نقترحه بالتالي انه توسيع هذا الامن الاجتماعي ليطال كل الحبوب مش بس القمح، الاجبان والالبان واللحوم. ليش؟ عم نحكي حتى المستوردة. ايه كله كله، هي بدها الدولة تأمن لها تثبيت الأسعار على القديم. ليش؟ لأنه هاي الفئات المهمشة والفقيرة هلأ بدك تعملي لها شبكة أمان اجتماعي لتحميها،
بهذه الظروف الصعبة جدا ولا لا؟ الناس راحة على قلاقل وعلى عنف ولا بد منه، وبلشت بوادر وتظهر. نحن عم نقوله توسيعة بالتالي لهذه القطاعات، اثنين تثبيت أسعارها، ثلاثة في حال الأنصاف الآلي هالقاعدين فوق بين التجار وغيرهم رفضوا وأصروا على الاستيراد بالأسعار القديمة واللي هي نسبة أرباح خيالية فيها مع الاحتكارات طبعا، الدولة تستورد. خطوة وزيرة الكهرباء والطاقة والمياه الآن الثانية اللي هي استيراد الغاز ضرورة ملحة، يجب أنه تتدخل دولة. نحن اليوم بظرف استثنائي يجب اتخاذ قرارات استثنائية، ما فينا نقعد ننطر مثل العادة ومرق لهون وانطور وخناقات وصراعات، يجب اتخاذ قرارات. الدولة غايبة يجب أن ترجع، وهون أهمية النقطة اللي بعدين رح نحكي عنها، بس لكمل أقول يجب من الآن فورا وقف الاحتكارات اللي مسيطرة على السوق اللبناني. هذا لحاله بيخلي البلد يتنفس، بيسمح لكثير من التجار اللبنانيين حتى بالخارج انه يبعثوا ويساعدوا. سؤال كيف يا دكتور؟ كيف بدها بهي القرارات اللي عم بحكي عنها؟ بيطلع كثير قرارات لا 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 لا، فورا بتم هيدي الحكومه الجايه بهيدي القضايا تاخذ صلاحيات استثنائيه او تحولها للمجلس النيابي، نحن مش ضد، بس فورا. بس بالاساس هاي الحكومه الجايه بدها تعلن عن نواياها، الله بيعلم شو نواياها. في حال صار في حكومه استاذ منير، بتتوقعوا انه شوي يعني بيرتاح الوضع الاقتصادي؟ معقوله تنزل الاسعار ترجع يعني صار هذا؟ بدناش نقول wishful thinking، بس اول شيء نحن من اول يعني خلاص الاسعار اللي غليت ما بقى ترجع تنزل برايك؟ حدا قال هيك؟ ما بنتفائل، نتامل خير. اول شيء من اول ما صارت الازمه وكنا نحن على تواصل مع كل السلطات الماليه والنقديه والمصرفيه بالبلد، كان في اجماع على كلمه واحده انه ما حدا يتوقع اي تحسن اذا ضلوا الافق السياسي مسكر. بمعنى اخر اي حل بدنا نتوقعه يبلش أكيد. ما ببلش الا ما تتالف حكومه. طيب هلا هالحكومه شو بيصير اذا تالفت حكومه؟ اول خطوه برايك؟ احنا بنتمنى انه الحكومه اول شيء تاخذ ثقه الشارع، بنتمنى، مع انه اللي عم نقراه وبنسمعه بالاعلام ما بنشجع على هالشيء، بس بنتمنى تاخذ ثقه الناس اللي بالشوارع اللي هن عم بيطالبوا بالتغيير، وتاخذ ثقه كمان المجتمع الدولي اللي ما في مرة إلا أكد أنه نحن مستعدين نساعد هالبلد، بس هو بده يساعد نفسه بإعادة تشكيل السلطة. ممكن يصير الحلول، الوضع صعب كتير ولكن الحلول منا مستحيلة، ولكن بدها تبلش من شي محل، والبداية هي تشكيل هيدي الحكومة أو إعادة انتظام السلطة لحتى نعرف مع مين بدنا نحكي. في قرارات مثل ما عم نحكي، كيف بدنا ننظم الاستيراد، كيف بدنا نرجع نفتح اعتمادات، كيف بدنا نأمن موادنا الأولية. ما في صناعي لحاله أو حتى جمعية صناعيين أو مجموعة تجار يقدر ياخدوها على عاتقهم إذا ما في حكم أو حكومة عم تاخذ هذه الأمور على عاتقها. ما ممكن نحس بأي تحسن. طب بدي أرجع أسألك سؤال، يعني اليوم قديش بتشكل كلفة استيراد المواد الغذائية المواد الأولية لأي سلعة من كلفة إنتاج يعني نهائية لكل سلعة؟ بسكال بتتراوح بين سلعة. طب قديه تقريبا؟ يعني ممكن بين 30-60% كلفة. هالقد؟ نعم. وللأسف نحن ببلد ما كتير مأمن فيه المواد الأولية لمختلف أنواع الصناعات، يمكن الصناعات الغذائية محظوظة أكثر من بقية القطاعات، لأنه في كتير قسم من المواد الأولية منتاج محلي مثل الألبان والأجبان، مثل المخللات، مثل المربيات، كل المواد الأولية مأمنين هون. ولكن حتى مثل ما ذكرت لك قبل، لو المواد الأولية مأمنة في عندك مواد تعبئة أو تغليف، في عندك المعدات الصناعية. يعني نحن عم نعاني إذا الليبل، شايف الليبل اللي بتحطيه حوالين العبوة الغذائية، مش الورقة، في له نوع لزق خصوصي غير خصوصي، هيدا إذا انقطع من السوق وهيدا كله مستورد، أو الحبر تبع اللي بنطبع عليه التاريخ إذا انقطع من السوق بيوقف خط إنتاج بأكمله. فالمشاكل اللي عم نعاني منها ما بتتخيل الصناعي لما يفوت على مصنع اول نهار كيف بيظهر اخر نهار، مش عارف كيف خلص النهار. طيب انا قدرت حصلت هيك على ليستا من هيك شوي بعض المواد يعني او بالاحرى السلع الغذائيه، بدي اخذت فكره شوي عن الاسعار. يعني خليني اقول مثلا البلان سولاي
ماركت البلان سلاي زايده مثلا كان سعرها لنعطي بس سلاي منا صناعه لبنانيه ما عم بحكي عم بحكي بشكل عام يعني هلا اكيد هلا انا مثلا بقدر اقول انه في صناعات منا لبنانيه هي مستورده وبرضه ما زادوا عليها يعني عم نحكي مثل غندور مثل النسله مثل صناعه لبنانيه هلا الغندور صناعه لبنانيه النسله ما صناعه لبنانيه مثلا مزبوط. وما زادوا ما زادوا ولا هذا بيرجع لقرار كل شركه اذا في شركه نحن من يعني بنشد على ايد الشركات اللي قادره بعدها تتحمل نعم. انه ما تغير شركه طرباي مثلا ما زادت سادا باك ما زادت يعني في عنا في بعد ما زادوا ممتاز يلي قادر يضاين باتا اكزامبل يعني ممكن ممكن في انا يعني بعرف حتى في في كذا هذا بدنا نذكر ماركت بس بعرف صناعيين بعضهم حتى عم بفوتروا باللبناني وعم يقبضوا على اساس اذا حدا قادر يضاين بنتمنى بس مش كل الصناعات بتتميز بهذا الشيء الارتفاع اللي صار ما نحن بننسى ارتفاع سعر الصرف فرق حوالي 60% يعني السنه الاسعار ما فرقت اول فتره من الازمه لما كنا عم نحكي الدولار كان بال1600 و1650 ما صار هالتحرك بالاسعار نعم. تحرك الاسعار بلش لما قطع الدولار حتى ب 2000 ليره ما بقى في شركات برجع بذكر طيب انه شركات صغيره ومتوسطه ما فيها تتحمل هالفروقات بالاسعار اكيد الصغيره ما بتقدر تتحمل بس هو بشكل عام بيكون في ستوك معين نقدر نسكش فيه هلا لنشوف نقطع لا المرحله نرحب الناس ما تصير الناس تقاطع مثلا هيدا البرودكت ماني قادره اصلا ادفع حقه في كثير محلات قاطعوا البرودكت انا مش قادره ابيعه الناس ما اي صناعه يلي وضعه ممتاز ومرتاح بيخلي انفنتوري عنده لشهرين ماكسيموم هذا يعني بس شهرين يعني هذا من شهرين كمان برجع بقول لك حسب السلعه لانه في سلع لها مواسم يعني بنحكي بالمربيات بيجي موسم المشمش مش مجبور يشتري المصنع 4-5000 طن مشمش اللي هن بيصنعهم بس انا هون عم بجي اقول ولكن في اشياء ما بتنترك بعدين ما تنسي ان احنا بنسميها بيريشبل جودز المواد الاوليه للصناعات الغذائيه لها اكسبايري ديتس لها تواريخ صلاحيه ما فينا نحط بس نسبه قديش عم نغلي يعني مثلا اعطيك اكزامبل مثلا شدد موتزاريلا عم نحكي كانت السعر القديم 16.850 زاد يعني 25% 21,000 من يعني على فترة العيد يمكن بعدين رجع زاد 17% وصل لل 24,500 يعني 42% زايد قديه زاد سعر فرق سعر الدولار بس هو عم ينزل ويطلع طيب بس ما غيره عم ما هو كمان البرسنتج اللي عم بيصير ما بيتطبق على يعني برسنتج معين حسب السعر على الكل بهيدي الفترة يعني عم نحكي بنفس الفترة على كل السلع زادت الدولار مفروض يكون نفس البرسنتج يعني 10% على كلهم ليش أنا بدي زيد 11% وأنت بدك تزيد 20 وهو بدي يزيد 40 لا بالصناعة غير التجارة بالصناعة مثل ما بعدني أنت سألتيني السؤال اللي هو اللي بيجاوبك على سؤالك إنه قديش نسبة موادك الأولية من كلفة التصنيع في منهم مواد الأولية بتشكل 30-40% من كلفة المنتج في منهم المواد الأولية بتشكل 60-70% من كلفة المنتج فهذه كلها عمليات حسابية ما طيب شو بيخلي مثلا مثل نيوتيلا ايه مسترخة هلا عن نيوتيلا مش مقبول يعني وين ما بتروح بسمع ايه بس وين ما بنروح بنسمع انه شفتوا نيوتيلا اساس كلهم اميات وعندهم اولاد بحبوا هيدا المنتوج يعني انه بتجي بتقول انه الزود اللي زاد معقول يعني مجمع نيوتيلا صار 13,390 هيدا هن مسعرينه هيك روح شوف بغير محلات ب 15,000 يعني طيب هون بتذكر الشركه اللي بتستورد نيوتيلا حطت بيان انه ما حتغير اسعارها هيك بذكر بدناش نعمل دايه لحدا بس بتذكر انه هيدي الشركه نزلت بيان بالاعلام انه ما غيرت اسعارها هيك بتذكر هي ما غيرت يعني كل حال ما الا قاعده ايه ما هيدي مدام باسكال نحن كصناعيين وكتجار بس بدنا نشرح للناس لان الناس عم تسال هيدي الاسئله انه اسبابها ايه انه هيدا الشيء يعني طبيعي معقول شو لازم نعمل نحن شو بيقدر يعمل المواطن هون الاستاذ منير شرح جزء منها كاختصاصي بمجال الصناعات نعم. من ناحية التجار اليوم قلنا في فرق كبير بين التاجر المستورد الكبير والوسيط والتاجر الصغير كل واحد بمستويات مختلفة واليوم دخلنا معنا مرحلة أزمة قلنا غير مشهودة بتاريخ لبنان نعم. بالتالي التعامل معها عم بيكون مختلف تماما وبعد ما بنعرف كيف راح يتطور على الإطلاق
لذلك نحن عم نقول يجب الذهاب نحو جوهر المشكلة والذهاب نحو اقتراح حلول عامة للبلد ككل وليس نحو الجزئيات. اليوم العمل عم تقوم في وزارة الاقتصاد ومحاضر الضبط ضرورة للضغط على هذا القطاع ما يفلت على الآخر، ضرورة والله يعطيهم العافية. بس هلأ هذا الموضوع اليوم يبدأ من حيث أنه الدولة تستعيد دورة. تستعيد دورة شو يعني؟ يعني تجي حكومة بالبداية، لأنه الحكومة تصريف الأعمال مش بس بس بده يكون في تعاون من الجميع يعني. إيه لا لا بدها تبلش أحزاب السلطة. برجع منكمل، بس عرفت أنه مثل ما عرفنا أنه بلدية الدكويني وهذا السبب يعني استضفناه كمان لأستاذ شختورة. بلدية الدكويني اليوم عم تاخد إجراءات بحق المخالفين من المحلات بالمحلات التجارية. خلينا نشوف هالريبورتاج وبنرجع نتابع. ما قطعت 48 ساعة على الإنذار اللي وجهته بلدية الدكويني إلى المحال التجارية وخاصة يلي بتبيع المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، حتى بلشت شرطة البلدية حملة مراقبة وتفتيش منظمة شملت حوالي 50 مؤسسة تجارية، تنوعت ما بين مؤسسات ومحلات صغيرة ومتوسطة وسوبر ماركت وميني ماركت، حيث تم تحرير ما يقارب 25 محضر ضبط بمخالفات على خلفية التلاعب بالأسعار و رفع بشكل عشوائي دون وجه حق، بالإضافة إلى عدم وجود أسعار على عدد من المنتجات والسلع وبالأخص على الخضار. بتعليمات مباشرة من رئيس البلدية المحامي أنطوان شختورة، راح تتابع اللجنة مهمتها بالأيام القادمة ودائما بمؤازرة شرطة البلدية. أستاذ أنطوان، هل هالإجراءات هي من صلاحية البلدية اليوم؟ طبيعي من صلاحيتنا، بعدين بعد 48 ساعة كمان كملنا اليوم وبعد في بكرة وبعد بكرة، لكن خلصنا جميع ما يوجد في نطاقنا البلدي. على أي أساس عشان تستندوا الأتراب والأسعار والقانون؟ قانون البلديات هو رقم 118 تاريخ 30/6/77 وتعديلاته. نعم. المادة 74 منه رئيس السلطة التنفيذية اللي هي بتقول بأحد بنودها اللي هي كتير كتير، إذا بتقريها مزبوط أنت بتتفاجئي أنه شو مدى صلاحية رئيس السلطة التنفيذية. نحن قلنا حق مراقبة الأسعار وعم بحكي جميع الأسعار، مشان هيك أنا اتجهت بإنذار حطيته على كل مؤسسة، على كل محل، على كل فرن، على كل ملحمة، قلت لهم أنه التلاعب بالأسعار، أما زيادة بالأسعار دون أي مبرر، أما وضع التسعيرة بالدولار، هيدا جرم يعاقب عليها القانون. وفعلا لجنة الشرطة مع الصحية اللي عنا موجودة وفاتوا على كافة المؤسسات التجارية، شافوا انه في غلط، بس انا تم اظلم هون. شو عملنا؟ في بيك توصي الجرم، بعده عم بقول دكتور برو انه ممكن توصل من 5 مليون ل 50 مليون. قلنا التلاعب بالاسعار اذا زادت عن 50%. نعم. وفي عدم وضع الأسعار على الخضرة وغيره على السلع، وثالثا التسعير بالدولار. هيدي أنا في حولها على المحكمة القاضي المفرد الجزائي بجديدي، يا أما عند حضرة الأم مقام هي تبع وفقا للأصول إداريا بتحولها على وزارة الاقتصاد عم يتجاوبوا معكم، يا أما أنا بحولها دغري على وزارة الاقتصاد وبعطي علم للأم مقام كسلطة الرقابة اللي عندي، ولهيك رح يصير. مشان هيك أنا حكيت مع حضرة المدير العام وقلت له أنه نحن عم نسطر محاضر ضبط ورح نبعثهم لوزارة الاقتصاد ليتحققوا هن من أول شيء أوننت هالضبط، اثنين يتحققوا من وجود أنه في غلاء غير طبيعي وغير مبرر للسلع اللي عم تنباع بمنطقة الديكواني، وطبعا يكون ظالمين حدا. نعم. بنهاية كل واحد بياخد حقه. في بلديات تانية عم تعمل نفس الإجراء؟ بتصور لا. لا، بس أنا حكيت مع حضرة الأيام وحكينا على الجروب كلنا سوا وحكينا مع رئيس الاتحاد، بنعمل لجنة طوارئ مؤلفة من عدة أمور، هي خلية أزمة أول شيء أمنية، لأن عندنا كمان سلطة نحن موجودة ضبط عدلية ولا بنحكي فيها إذا بدك، اقتصادية، اجتماعية، غذائية، صحية، بيئية وطبيعية كمان طبيعية. نعم. ظل العواصف اللي عم بتصير كمان نحن هذه من شغلتنا. معي كمان اتصال هلأ مع المدير العام بوزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس. بونسوار. بونسوار، يعطيك العافية. مرسي، الله يعافيك.
يعني عم بجرب يعني رئيس شخطورة يحاول هيك يساعدكم شوي، يعني ما بعرف عم هل يعني شو الآليات اليوم اللي راح تتخذوها؟ في عندكم آلية عم تضمن تفلت الأسعار، ضبط تفلت الأسعار اليوم؟ يعني كتير نحكى عن محاضر ضبط، بس إنه بالنتيجة شو عم بتكون؟ اليوم في قانون وعطي صلاحيات، نحن مثل وفق الصلاحيات اللي عطينا إياه القانون. نعم. اليوم عم ننزل على الأسواق، نحن أساساً ننزل مع كتير عدد كبير من البلديات. نعم. نحن يمكن أكثر وزارة كما بقولوا فاتحة بوابها لتتعاون مع الكل. أول شيء دورياتنا بينزلوا في كتير من المحلات بينزل معهم طلاب جامعات متطوعين. نحن في بحدود كان شي 100 بلدية بنشتغل نحن وياهم هون. بس بقول لك بصراحه وقت عملنا قصه المولدات في كم بلديه زعلوا مننا بطلوا يشتغلوا معنا لانه كان لهم مصالح بالمولدات. نعم. بس بعد في عندنا عدد كبير الا الديكوينه، لان هون عندنا نحن يد بيضاء بالموضوع، موضوع المولدات عم بحكي. انا قلت عدد مش كلهم. نعم. ف بكل الفئات في عندك المنيح وعندك العاطل. اكيد يعني طبيعي. فبالتالي نحن عندنا عدد كبير من البلديات نتعاون معهم ننزل دوريات مشتركه. نحن وياهم. عندكم آليات اليوم تضمنوا فيها تحديد الأسعار كالاستقرار النقدي؟ اليوم أنت يعني اليوم عم ياخذ وقت الرقابي ليه؟ لأنه بيعملوا أوديت لليوم بيحللوا قديش كان ينشر، قديش سعر الشراء وقديش سعر المبيع وقديش نسب الأرباح كانت ما قبل الأزمة المالية. نعم. ولما ما كان في عندك سعرين صرف دولار هي الأزمة المالية بلشت، لما صار في سعرين لصرف الدولار للأسف. نعم. طب هلا التدابير اللي عم تتخذوها كافية بظل هالمرحلة اليوم بتحسوا؟ إذا بدي أقول لك بصراحة لا، لأنه نحن طالبنا من لما جيت أنا على وزارة الاقتصاد من 6 سنين قلنا إنه في ثغرات بقانون حماية المستهلك. اليوم المسؤوليات اللي ملقاط على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة كتير كبيرة بقابلها صلاحيات كتير ضعيفة، لأنه اليوم أنا لما بعت بعد محضر الضبط على القضاء وبدي أنطر لتطلع النتيجة بعيد انخلفته 70 مرة، يعني مش رح يعني يحس إنه أنا تعاقبت. طيب مدام لو انت بتقدر تاخذي اجراء فوري ساعتها بتربي العالم. نعم سيدة علي. I knew nothing at all about working in front of a camera. عليا بدي اسالك سؤال، يعني عادة إذا كنتوا عم تاخذوا إجراءات وعم تسطروا محاضر ضبط وصرتوا تعرفوا يعني مين اللي عم بيخالف وهيك، ليش ما بتطلعوا بتعلنون؟ يعني إذا طلعتوا أعلنتوا إنه هيدا الشخص، هيدا السوبر ماركت، هيدا المحل، هيدا التاجر، يعني هيدا الشيء بخلي الناس أول شيء تعرف، ساعتها هو كمان بصير بينتبه. يمكن نحن بننشر كل جمعة على الويب سايت تاع الوزارة أعرف السعر الأرخص. نعم. ونحط موادية من هن بننقي أكبر 10 سوبر ماركت بلبنان وبنحط السلع الأساسية، سلة غذائية وسلع أساسية بحدود 100 سلعة الأساسيات، بنحط وين السعر الأرخص، بنعمل هذا التقرير ونحطه على الويب سايت. هلا نحن بالنسبة للمحاضر القانون لازمنا بالسرية، ما عدا لما بيكون في بنعمل محاضر بمواد بتضر بصحة الإنسان، هذه ساعتها بنعلنها وبنعمل منع تداول وبنحطها بالإعلام وبنعلقها على المحل وبننشر القرار. نعم بس الناس يمكن ما عم تعرف كلها فيها، يعني بننشرها بكل المصارح اللي لازم تنتشر فيها، اكيد مش كل شيء كل العالم بتعرف فيه. نعم. اللي بيتابعوا اكيد بيعرف. نعم السيدة علياء عباس اصلا لما نحن عفوا نعم بتعمل قرار منع تداول بتسحب كل البضاعة من السوق. نعم مش انه بتنطري لحتى العالم تعرف او ما تعرف لا سمح الله او تشتري منها، بتتصل المحترف هو بكون عارف حاله وين وزع البضاعة بده يسحبها كلها يرجع من السوق. نرجع نتلفه، يعني ما بتقبل انه واحد شاف او ما شاف. اكيد. مدير عام وزارة الاقتصاد السيدة علي عباس، اهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لك. مرسي. يعني اليوم الأزمة الى اين؟ كنت عم بحكي عن الحكومة قبل شوي اللي عم تتشكل كيعني وليد جديد مفترض يظهر. الاخذ بموافقة الناس بيستدعي ان تعلن موقف، لم تتشكل لتعلن موقف صحيح، لكن الرئيس الحكومي المكلف اليوم عليه انه يحط رؤوس اقلام تجذب الناس وتشعر الى نوع من الاطمئنان. حتى الساعه ما نسمعه صراع اسماء وليس على برامج. لا. اليوم ايام الماضيه انه الواحد
حسب أهوائه السياسية وغيره بيروح على الانتخابات، بيروح بكل الانتخابات. اليوم الوضع الاقتصادي كتير طار، بيستدعي انه اعلان موقف حيال قضايا الملحة، اتخاذ اجراءات هل سريعة. هو مثلا مع استرجاع الاموال المنهوبة ولا هو مع انه يتكس الواتساب؟ يعني عم بعطي الناقضين لاقول هاي الخيارات الاقتصادية يجب الاعلان يعني عنها، بدهمنا الوقت لحتى كتير. الناس بس أوكي. بدي ترجع شوي للصناعة اللبنانية واهمية دعم الصناعة اللبنانية، كنا نحكي عن هاي الحكومة الجاية لازم تستثمر بالصناعة بالزراعة وبكل الصناعة التكنولوجية، لانه لبنان عنده الطاقات وعنده القدرات. نعم. بدلا من الذهاب إلى تمشي على إجر ونص اللي هي المصارف وشوية سياحة وعقارات. نعم. يعني خبرنا اليوم الصناعة اللبنانية كيف بدنا ندعمها؟ كنتوا عم تشتغلوا على مشروع بجمعية صناعيين لدعم المواد الأولية، تأمين المبلغ، فوين صار هالمشروع؟ الحقيقة يعني الصناعة اللبنانية ما لنا بأحلى حالاتها بهالأيام، مع أنه بالفترة السابقة أو بالفترة ما قبل الحراك او الثوره كان في حسينا في تغير بالخطاب، صار في تجاوب معنا بالحكومه مع بعد صراع مرير وبعد هلا شو صار اليوم؟ هلا تجمدت يعني مثل ما ذكرتي، صار في عده خطوات وعود بدعم الصناعه، صار في حمايه، بس هلا ضروري هلأ يعني هلا نحن اذا ما عم نقدر نستورد مثل ما لازم عم نقدر نستورد؟ في لا ابدا، نحن عندنا اكيد كلكم ستوا عندنا لقاء جامع نهار الثلاثاء لنطلع الصرخه، وكثير خايفين نكون الصرخه الاخيره قبل ما يوقع المحظور. عدم قدره الصناعه على استيراد مواد الاوليه اللي بتلزمها شغله عم بتحد من قدراتها وعم بتعرضها لخطر كبير، والصناعه من اكبر الموظفين او اصحاب من أكبر أرباب العمل بالقطاع الإنتاجية بلبنان. فأوردي أنا بعرف في كتير من الصناعيين بلشوا يعتمدوا دوامات مخفضة ونص راتب على أمل ما يوصلوا لموضوع صرف عمال، لأنه نحن العامل بالنسبة لنا استثمار، نحن العامل بالنسبة لنا منه عبء، يعني لأنه لما يفوت العامل لعنا بنستثمر فيه ومنعلمه، منه سهل كتير أبدا يظهر عامل من المصنع خاصة لما يكون بحاجة له. فإذا ما تأمنت حاجاتنا لاستيراد المواد الأولية، وخاصة أنه قدراتنا بالإنتاج بعدها موجودة، نحن ما فكرنا بهالثلاث أشهر اللي مرقت ما صار حرب بلبنان ولا صار كارثة طبيعية، المصانع ما تدمرت وقدرتها على الإنتاج والتصدير واستمرارية العمل بعدها مأمنة، ولكن إذا ما في مواد أولية نقدر نشتغل فيها في استحالة نكفي. والفرق بين التجارة والصناعة أنه التاجر نهار بيقعد ما عنده بضاعة ببيع، بينما المصنع لما يكون فاتح بالنهار وما عم ينتج كارثة كبيرة. رئيس اليوم بتقدر تلعب البلديات دور انه تشجع المواطنين على دعم الصناعة اللبنانية بركي، وما بعرف اذا بنقدر نقاطع غير صناعات، بس يمكن لانه ما في مش كل شيء متوفر. لا من الطبيعي اكيد، بس الوقت الحالي اللي عم نسمعه واللي عم نشوفه على الارض وسياسيا اكيد شيء بيخوف. الوقت الحالي ما فينا نفكر بشيء الا انه ولادة الحكومة العتيدة. جلد بولادة الحكومة، ورح أقول نقطة على السطر ما بحق لي أحكي سياسي، إنه أكيد رح يتحسن الوضع على البلد الاقتصادي، شعلك 100% رح يتحسن إلى حد كبير. واجبات البلديات هون أول شيء يتكاتفوا بين بعض ويشوفوا حاجات ومتطلبات المواطن اللبناني وغير اللبناني الموجود ضمن نطاقه البلدي، ولا كمان الرقابة على كل الموجودات دون نطاقه البلدي الجغرافي، لانه هيدا حقه. مثلا سمعت كلمه منك من شويه انه حول الموضوع اذا ممكن يكون في مجاعه. اجى احد الاشخاص عندي الدوله اللبنانيه وحكوا معي انه الموضوع انا عم اكتفاء ذاتي بالمنطقه. نعم. وسالوا اذا عندنا مشاعات بالديكوان، بتعرف شو المشاعات؟ اكيد. نحن ما عندنا، عندنا ثلث ديكوان هي اراضي للرهبنه الانطونيه. حكينا مع رئيس الدير مع القدس الأباتي والدربي أنه ممكن بحال يعني تدبير احترازي نوصل لهالموضوع، يكون نزرع حبوب، نزرع قمح، نزرع نجيب دواجن، نجيب أبقار وغيره. كان في تجاوب بهالموضوع، بس هذا الموضوع لا أي يعني هل هو جدي؟ هل ممكن نوصل لهالموضوع؟ أكيد إذا صرنا بلا حكومة يعني وتعدينا بعد أنه يمكن كم شهر أو كم يوم
يمكن نوصل يعني امور مش حلوه ابدا. نحن ما بنتمنى، بس انا بتمنى اول شيء من وزاره الداخليه تعمي والمحافظ والامام على جميع البلديات يعملوا لجنة طوارئ متنوعه للمواطنين. يعني على امل ولاده الحكومه قريبا صحيح. ويعني هيك شوي يتنفس اللبنانيين للصعداء، بركي يعني تكون مرحله مقبله افضل من هلا. دهمنا الوقت، شكرا كثير لكم، على امل لقاء قريب. انا هلا بطلع بريك وبنرجع. مرحب فيكم مشاهدينا من جديد، ومعي هلأ بالجزء الثاني من الحلقة الوزير السابق